اهلا بحضراتكم من جديد. رجعنا لكم تاني، وقلت لكم قبل الفاصل هنا كل الجهود الحقيقه المرئيه وغير المرئيه داعمه للفريق، مسانده لفرقه الاهلي، في دعم كبير للبعثه حتى للناس اللي مش قادره تتواجد في زياره الفريق، لكن معنا باستمرار وبيتواصل مع البعثه لحظه بلحظه معالي السفير احمد سمير القائم باعمال السفاره المصريه بالدوحه. معالي السفير اهلا بسعادتك. كابتن ابراهيم اهلا بيك حبيبي. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. كابتن عادلي اهلا بيك فندم. اهلا بيك يا فندم، ويعني عارفين حرص سيادتك انك كنت تتواصل معانا، لكن لعنة الله على الكورونا والاجراءات الاحترازيه. بالظبط بالظبط. والله يعني من قبل الوصول حتى يعني كان الكابتن محمود متواصل معانا، وللاسف الاجراءات زي ما انتم شايفين طبعا في اقصى درجاتها. طبعا كنت اتمنى اكون اول واحد موجود في الاستقبال، ولكن الظروف زي ما انتم شايفين الاجراءيه والبابل او الاجراءات المتخذه هي فيها اجراءات صارمه جدا الحقيقه، بس مطلوبه هذه الصرامه يعني. طبعا مفيش شك. معاليك كنا يعني واحنا بنلم المعلومات كده يعني ذكرتنا بان احنا متربيين مع بعض في النادي الاهلي يا فندم. من زمان يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. وده يساعد انك نتفهم المشهد بتاع استقبال البعثه والاهتمام الجماهيري بتاهل الاهلي والترقب لهذه المباراه. يا ريت حضرتك تلخصه لنا كده من وجهه نظرك. بس انا الاول لازم اشيد الحقيقه بالرابطه، لان عملت مجهود كبير جدا من اجل المشهد اللي ساعتكم شفتوه في المطار ده. الناس دي تعبت جامد. الناس دي عملت مجهود غير عادي. الناس دي كانت عامله مساحات قبل ما تبقى متواجده في المطار، عملوا مسحه عشان يروحوا المطار. هؤلاء الالاف مجهود لا حقيقه مجهود ينم اولا عن وطنيه شديده جدا وعن حب للفريق. واسلوب في التعبير كان اظن راقي جدا. انا النهارده كنت بعمل المسحه عشان انت عارف ان انا عشان ابقى موجود حتى في الماتش ان شاء الله يوم الخميس. كنت متواجد مع بعض السفراء الاخرين، سفير المكسيك وسفير كوريا الماتش عندهم قبلينا، عشان نعمل مساحات عشان نحضر يعني المباريات يعني. ايوه. واشادوا الحقيقه اشاده كبيره جدا بالمنظر اللي هم شافوه من رابطه المشجعين يوم وصول النادي الاهلي الى الدوحه. ده كان مشهد الحقيقه في منتهى الحضاره، وكل الناس اشادت بيه. وانا الحقيقه بشيد بالمجهود اللي الرابطه عملته عشان يوصل المنظر اللي الناس شافته كلها ده. الحقيقه اللي من اكثر الحاجات اللي ابهرتني انا وشدتني جدا هذا الانضباط والالتزام بالمكان رغم الحماسه المتدفقه. ما حصلش في لحظه لما البعثه نزلت ان حد اندفع، حد ساب مكانه، حد رغم كل التفاعل والاستقبال الهادر اللي كان موجود، لكن كان في التزام تماما بالتعليمات يعني. ده حقيقة يا كابتن عدلي، وده على فكرة دي سمة أو ما هو معروف عن الجالية عموما، الجالية المصرية في الدوحة وانضباطها والتزامها بكل القوانين والقواعد على طول أيا كانت الظروف. الحقيقة دي حاجة يعني لازم إن أنا أذكرها وأشكرهم عليها حقيقة. يعني حضرتك تتوقع ان احنا سمعنا، بس برضو ممكن تاكد لنا حضرتك ان معظم التذاكر اتحجزت من قبل جماهير الاهلي في هذه المباراه؟ معلش ما سمعتش النص الثاني من السؤال يا فندم. بتقول سيادتك التذاكر جمهور الاهلي حجز معظم التذاكر. هو اللي حصل ان هو كانوا في الاول هيعملوا تقسيم ليها، بعدين هم فتحوها، لانه زي ما طبعا حضرتك عارف التذاكر سيادتك بتعمل المسح الاول وبعدين بيجي لك رساله بالنتيجه وبعدين بالرقم اللي انت خدته فيما يخص المسح بتاخد التذكره الخاصه بيك. لكن هي كانت مسموحه، لكن الغالبيه من المتاح للتذاكر في الاستاد اللي هو ساعته تقريبا 40,000 متفرج، وهتكون 30% بس الحضور. الغالبيه من ال 30% دول هيكونوا من جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. تمام يا فندم، واكيد الرابطه طبعا متواصله مع سعادتك. طبعا كل يوم وبنكلم سياده اللواء محمد مرجان، ربنا هو زي الفل ربنا يشفيه، بس يعني على تواصل كمان معاه
غير مع البعثه، لان انت عارف المسح بتاعته كانت ايجابيه. ايوه الحمد لله حالته كويسه. زي الفل زي الفل الحمد لله. وكل يوم مع كابتن محمود وكابتن خالد وكابتن سيد وكابتن سمير عدلي كل الناس يعني. احنا حاسين بهذه المتابعه بس يعني انا يعني كان نفسنا نكون على تواصل مباشر، بس هي الظروف بس الحاكمه يعني. ما هو طبعا انا لسه احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل انه الاجراءات دقيقه جدا لدرجه انه المدرب الكوري بتاع فريق هونداي خرج اتمشى بره الفندق رجع دخلوه العزل. لا دي لا 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 لا, لا الاجراءات شديده جدا. وعلى فكره سيادتك كمان الفيفا هي المتمليه الشديده دي للتنظيم ولنجاح تنظيم البطوله، لانه زي ما سعادتك عارف كان 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 لفتره قريبه جدا كان احتمال كبير انها تؤجل. أو يتم تاجيلها لاخر العام، لكن الحقيقه يعني البلد المضيف والاداره هنا بالاضافه الى اداره الفيفا عايزين نجاحها دون ان يكون هناك اي تبعات او اي حاجه سلبيه في الموضوع. بس هي طبعا اجراءات شديده جدا والنتيجه فيها ان هو احنا مش عارفين نلتقط بعض كلنا، لكن هي امور للصالح العام يعني كله. معليك معليك بقى حته كده بتاعتنا احنا. هل ترى حضرتك ان نجاح اقامه بطوله كاس العالم لكره اليد في مصر والاجراءات التي تم اتخاذها كان لها تاثير على تسهيل اتخاذ القرار بعدم تاجيل هذه البطوله؟ بلا اي شك. خد بال سيادتك كمان ان بطوله كره اليد كان فيها اعداد اكبر، 32 دوله معليك، مرافقين اكتر، فيها تغطيه اعلاميه اكتر. صحيح. اتعملت باسلوب اشاد بيه كل الناس في كل العالم. انت بتتكلم سيادتك على برضو يعني بطوله عالميه اللي احنا فيها دي وكل حاجه، لكن احنا بنتكلم على 6 فرق هنا. شوف العدد كان هناك قد ايه، شوف الاماكن 32 فريق قد ايه، شوف التحرك كان عامل ازاي. طبعا كان تحدي يعني تحدي، والحمد لله احنا حضرتك واتاخد من بعض الاجراءات اللي احنا نفذناها اتجاه في اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. يعني احنا كنا سباقين في الجزئيه دي الحقيقه. ما هي تجربه رائده الحقيقه يا فندم. والبطوله انتهت على 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 خير وباجراءات جميله الحمد لله. عايز اقول لمعاليك ان اليابان نفسها كانت بتدرس التجربه المصريه عشان تستفيد منها في استضافه اولمبياد طوكيو الصيف ده ان شاء الله. بالظبط 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 يا كابتن ابراهيم. بالظبط كده. على فكره هي احنا جايين متدربين وجاهزين، لان طبعا احنا عشنا هذه الاجواء حتى لو بالمتابعه يعني مش بالمشاركه، لكن بقينا متفاهمين كل الاجراءات هنا. وده يا رب يا رب كل الاحداث الرياضيه على مستوى العالم تتم، طالما ان نقدر ببعض التنظيم ان احنا نقيمها، لان الحقيقه ممكن الرياضه تبقى هي المتنفس اللي يخلي الناس تستحمل الكورونا دي. ما يعني لا شك. وخد بال سيادتك انه الكورونا هو تحدي عالمي، تحدي يواجه العالم كله. ما كانش عندنا اتجاهه غير ان احنا لما يكون في حدث معين لازم ان احنا نعمله، ان احنا نكون ملتزمين باجراءاته. ما ملاش يعني ما فيش بديل من ذلك يعني. ما فيش طرف لاي حلول اخرى. فاللي بيحصل ده اولا لمصلحه، اول شيء لمصلحه الرياضيين واللاعبين والوفود المصاحبه، ثم في النهايه كمان لمصلحه الجماهير. يعني فكره ان انت تقول اجيب جمهور في ظل جائحة من غير ما يبقى فيه إجراءات، والإجراءات صارمة زي ما انتم شايفين طبعا، صارمة للغاية يعني. فده مصلحة الجميع الحقيقة. ما هنشوف سعادتك في المباراة إن شاء الله يوم الخميس. يعني حضرتك عملت المسحة، إحنا هنعملها بكرة بقى. أنا عملتها النهاردة وهشوفكم، بس برضو حتى يعني يوم المباراة برضو في تباعد من بعيد يعني. في تباعد هنسلم عن بعد. مش هيبقى اللقاء مباشر للأسف. لا مش هيبقى. يعني حتى في الاستاد هتبقى كل كرسي بعيد عن التاني يا فندم. القلوب كل فئة لوحديها بصورة زي ما انتم عارفين. القلوب مسلمة يا فندم يعني. القلوب بتسلم برضو يعني. ده الأمل إن احنا نشوف سعادتك في النادي الأهلي أسهل. إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله معالي السفير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لمعالي السفير أحمد سمير القائم بأعمال السفارة المصرية في الدوحة. ألف شكر يا فندم.